متابعة لهذا الموضوع، ينضم إلينا الدكتور عزدين إبراهيمي مدير مختبر البيوتكنولوجيا الطبية بكلية الطب والصيدلة بالرباط، وهو البروفيسور السابق بجامعة ستوني بروك بنيويورك. مساء الخير بروفيسور. مساء النور أستاذتي. تجاوز المغرب اليوم عتبة 3000 حالة إصابة بفضل البؤر المهنية صناعية وتجارية، كيف تقرؤون هذا الرقم وهذا السبب المباشر في أننا سجلنا أو تجاوزنا عتبة 3000 حالة إصابة؟ وأستاذتي في البداية شكرا على الاستضافة، وأنا سعيد جدا بأن البحث العلمي وميدان البحث العلمي في البيو طبي كياخذ واحد الوقت واحد الحيز كبير من الصحافة اليوم، وهذا كيدل على الأهمية ديال هذا الميدان هذا، وكنشكركم جزيل الشكر بهذا المناسبة هذه. إذا عدنا للسؤال ديالكم، كيتبين بأنه هذا إذا دل على شيء كما كيدل هو أنه في الحقيقة هذا الوباء هذا ولا هذه الجائحة لا يمكن أن نغفل عنه لحظة، لأن غير كنطيحوا لا غارديان كما كيقولوا فرنسيا، غير كنتناساو ولو لدقيقة واحدة، كتخلق واحد البؤرة وهذيك البؤرة كنساو ما كنساو بأن هذا الفيروس إذا كان عنده شيء أساسي هو الشراسة ديالو في الانتشار. إذا كان شخص مصاب داخل واحد المعمل ولا داخل واحد الجمع ولا أي جمع من أي نوع كان، ربما سيؤدي واحد الانتشار، وحنا الحمد لله تمكننا بأن نهبطوا هذاك السرعة الانتشار ديالو إلى واحد درجة معينة اللي هي رقم أقل من واحد، وبغينا نستمروا في هذاك الآخر. إذا باش نستمروا في الحفاظ على العدد ديال المصابين اللي يكون قليل، باش نتمكنوا بأنه المستشفيات ديالنا ما تستقبلش عدد كبير من المصابين والمرضى، باش الإنعاش ومراكز الإنعاش والطاقة الاستيعابية ديال الأسرة ديالنا ديال الإنعاش تبقى مضمونة لنا. إذا هذه المسائل هذه يجب الحذر جد كثيرا من هذه البؤر هذه، وكنظن هذا زعما واحد تنبيه. طبعا عطفا على هذه الفكرة دكتور الإبراهيمي، هناك بعض التكهنات وبعض التوقعات التي تقول بأن هذا الأسبوع هو أسبوع حاسم من حيث عدد الإصابات المسجلة وأساسا من حيث اتجاه المنحنى، هناك من يقول ويؤكد بأنه أسبوع الذروة بالنسبة للمغرب، هل تشاطرون هذا التوقع وفق ما تم الإعلان عليه من الأرقام؟ وفي الحقيقة باش نكونوا واضحين، في بما أنه العدد ديال الكشف ولا الافتحاصات ولا التحاليل المخبرية محدودة، راه ما كنعرفوش القدر الكبير ديال المصابين. غير باش نذكر المشاهدين الكرام والعموم، هو أنه العدد المصابين اللي قعدنا دابا ما هو غير للاستئناس. علاش؟ لأن لأسباب معينة، أولها هو كاين عدد كبير من الأشخاص اللي كيكونوا مصابين ولا تظهر عليه اعراض. اذا هاد الاشخاص هادو ما كندخلوهمش في الارقام، اذا هذا كيعني بان هاد الارقام هادي راه موجوده وحنا ما كنعرفوهاش. حنا الرقم اللي اساسي عندنا باش كلشي الناس تعرفها، عند الرقم ديال الوفيات اللي هو رقم اساسي. دكتور ساعود لرقم الوفيات، ان من المهم طبعا ان نعلق على تراجع نسبه الوفيات. انا اريد فقط ان يعني اعود الى ما تفضلتم به من حيث عدد الاختبارات والتحاليل المجرات. اليوم نتحدث عن 2000 اختبار يجرى في المغرب، وهو رقم مهم جدا، تضاعف الرقم بشكل لافت مقارنة بعدد الاختبارات اليومية في الأسابيع يعني الماضية. ألا يسجل هذا الارتفاع في عدد الاختبارات يعني مؤشر على أننا بصدد الإحصاء الفعلي لعدد المصابين؟ بالضبط أستاذتي، أنه طبيعي بأنه من عن وسع القاعدة ديال التحاليل المخبرية طبيعة الحال عادي تزاد الأعداد ديال الناس اللي عادي يكونوا حاملين الفيروس. غير باش نوضح واحد الرقم مقارنة مع دول أخرى، إذا لخدينا دول بحال الولايات المتحدة الأمريكية، هو أن في ولاية نيويورك اللي هي الآن كدوز واحد الأزمة كبيرة، أن العدد ديال المصابين اللي ما كيديروا حتى أعراض 25%. إذا هاد الناس هادو لا ارتفع العدد ديال التحاليل، عاد ارتفع العدد ديال اش كيقولوا له ديال الاشخاص اللي مصابين. الحاجه الثانيه اللي خصنا ناكدوا عليها، ان الاستراتيجيات اللي درناها مبنيه على العدد ديال الاسئله اللي موجود عندنا. الناس بزاف الناس كنسمعوهم كيقارنونا بالمانيا. المانيا لا يمكن ان ننسى بان من دخلت هذه الازمه هذه كان عندها اكثر من 45000 سرير للانعاش. اذا هي كان استراتيجيه ديالها هو تكثيف التحاليل الطبيه وتكثيف الافتحاصات من اجل وجود الفيروس، لان من بعد كتمكنها باش تدخل هاد الناس هادو للمستشفيات. هل رقم ال 2000 اختبار
يوميا، هل تعتبرونه رقما معقولا طبعا بالنظر إلى إمكانيات المغرب في اقتناء هذه المعدات، بالنظر إلى الموارد البشرية، بالنظر إلى حتى منطق انتشار الفيروس في عدد من الجهات أكثر من غيرها؟ وفي الحقيقة احنا ديما أكدنا على القضية هذه أن الاستراتيجية المغربية من أحسن الاستراتيجيات، فهنا بدون رمي الورود للأشخاص ولا شي حاجة، ولكن جميع القرارات التي اتخذت في هذا المجال كانت قرارات فيها شفافية، فيها السباقية، كان منها الحدود، إغلاق الحدود، منها استعمال بعض الأدوية، ومنها الرفع الآن بأن عندنا الإمكانية من الرفع من العدد ديال التحليلات، وهذا شيء طبيعي. كنظن بأن هذا الرفع من التحليلات شيء جميل جدا، عاد يمكننا أولا باش نعرفوا شحال الأعداد الناس اللي عندنا، وعاد يمكننا في الشيء المصابين، والشيء الثاني اللي هو مهم اللي هي إعداد واحد استراتيجية للخروج من الحجر، وهذه الاستراتيجيه تعتمد اساسا على الرفع من عدد ديال التحاليل. طبعا الرفع من عدد التحاليل الى جانب تدابير اخرى. سنعود الى رفع من حاله الحجر. اعود معكم الى تراجع نسبه الوفيات باربعه فاصل بمقارنه مع بدايه التكفل بحالات الاصابه بالكورونا، حيث سجلنا نسبه تقارب 7% وتجاوزتها في بعض الايام. كيف تقرؤون هذا التراجع المهم جدا في نسبه الوفيات بالفيروس المستجد؟ وفي الحقيقة هذا سؤال علمي محض، وهذا السؤال العلمي محض، لأنه الفيروس كنعرفوا الإصابة الآن، ولكن ما كناش كنعرفوا أساسا المرض، والمرض اللي كيتبين أساسا بأنه مرضين في مرض واحد. المرض الأول هو أساسا واحد المرض اللي كنسميوه لاغريب، اللي من الأعراض ديالو الكحة، السخانة، أشياء من هذا القبيل. ولكن المرض الثاني اللي كيتطور من بعد 7 أيام اللي فيه أساسا هو أنه هذا المرض هذا كيكون فيه ما يسمى واحد العاصفة ديال الالتهاب، وهذه العاصفة ديال الالتهاب هي اللي كانت كتأدي للوفيات. إذا مع هذا الاكتشاف الثاني اللي تم أخيرا، المغرب خذ واحد الاستراتيجية واضحة اللي كتمكننا بأنه ناخذ الناس اللي في الأول من البداية ديالهم، ونعطيهم واحد العلاج اللي كيتمكن معروف بالكلوروكين والأزيتروميسين اللي هي أنتي باكتيريا، اللي بقى كيبان اليوم، وكاين واحد البحث اللي خرج اليوم كيبين بأن الأنتيبيوتيك مهم جدا في هذه القضية هذه. وزيادة على هذاك الشيء بالنسبة للمستشفيات المغربية تمكننا باش نستعملوا كثير من لي زافيكا لي زونتي كواغيلون، لان كيتمكن لانه تبين بانه كاين جلطات صغيره كتكون في الاوعيه الدمويه في الصدر في الرئه، وهذه اللي كانت كتؤدي في الاخير لوفاه الاشخاص. اذا في المغرب الحمد لله هذه الاستراتيجيه اللي كنوه بها صراحه كانت استراتيجيه استباقيه وشجاعه جدا، حتى من التطبيب اللي مكنتنا بانه هذا العدد الوفيات انهم نقصوا. الشيء الثاني هو مع التحاليل اللي كنقوموا بها الان، اذا يمكننا ان هاد الناس هادو نسبقوهم ونجبروهم في المراحل الاولى من انتشار الفيروس. هاد المراحل الاولى من انتشار الفيروس اتمكننا بانهم ناخذوا من العلاج من البدايه ونعطيهم الدواء المناسب ان شاء الله. بروفيسور، من جهه اخرى تم تسجيل اليوم يعني فقط 6 جهات من اصل 12 جهه في المملكه لم تسجل فيها اليوم اي حاله اصابه بالفيروس، هل هذا مؤشر مطمئن أم أنه مقلق، علما أن جهتين في المملكة، جهة الدار البيضاء سطات ومراكش آسفي، تتركز فيها الإصابات بنسبة تتجاوز 50%؟ وهذه كيعود للمقال ديالنا الأول اللي بدينا به، هو أنه الحجر الحجر الحجر. علاش؟ لأن الحجر شيء أساسي في هذه الاستراتيجية ديالنا. علاش هذه الاستراتيجية ديالنا مبنية على الحجر؟ لأن الحجر يربحنا بعض الوقت، هذاك الوقت محتاجين. علاش؟ باش نطلعوا الأرقام، العدد ديال التحليلات، باش نطلعوا نشوفوا لكاينة إمكانية ديال الأدوية اللي يمكن نستعملوها في انتظار أنه في الحل الأخير اللقاح. اللي كنقولوا هو أنه هذه البؤر هذه، راه هذا الفيروس هذا لا يمكن أن ننساه لحظة. علاش؟ بروفيسور، هل هو مؤشر مطمئن أو لا مقلق؟ يعني أن بعض الجهات ما غنسجلوش فيها إصابات جديدة، في المقابل جهات أخرى غتكون فيها عدد الإصابات يعني مرتفعة جدا، وبالتالي هناك مخاوف من استنفاذ الطاقة الاستيعابية طبعا، ولكن وإنهاك كذلك الطواقم الصحية. إذا سيدتي غادي نرجعوا لشيء حال كل منطقة في حد ذاتها الأسباب. إذا كانت هذه الأسباب هذه هي عبارة عن بؤر معينة يمكن أنه نحدوها ونقدروا أنه نجمعوها، ما كيكونش مشكل، الغير زعما كيبقى العاد الأشياء مطمئنة. إذا اللي خصنا نكونوا فيه واضحين هو أن هذه البؤر عادي تكون، ولكن خصنا نحاولوا ما أمكن عدم انتشار الفيروس. إذا أنا بالنسبة لك السؤال ديالكم المباشر هو واش هذا الشيء هذا
عادي ولا غير عادي، كنظن انا في التطور ديال الفيروس ولا بدا يظهر واحد البؤر ولا بدا تطلع واحد الارقام معينه، هذا شيء طبيعي. غير حنا المحاكاه ملي كنديروها اللي كتمثلنا كيفاش التطور ديال تفشي الفيروس، كنديروها على جوج سيناريوهات. السيناريو الاول اللي هو مطمئن، والسيناريو الاول هو الأسوأ فيه. وكنظن الدوله المغربيه اتخذت واحد القرارات معينه، لان في الحالة ديال الجائحة دائما خصك تاخذ السيناريو الأسوأ وتبني عليه واللي كنعملوه الآن. إذا هو لحد الآن أنا بالنسبة لي هذه الأرقام هذه عادية، عاد توقع دائما هذه الهزات، ما سأسميها بالهزات، لإطار أنه مجموعة ديال الأشخاص عاد يكونوا في واحد التكتلات معينة. لهذا رجاء رجاء حتى الناس اللي كيشغلوا الناس عندهم في 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 في, في المصانع وهذا ياخذوا جميع التدابير. بغيت رسالة أخيرة بخصوص الأسبوعين القادمين. طبعا احنا مقبلين على شهر رمضان، شهر رمضان كيكثر فيه التسوق، بعض الأشخاص ربما اللي ما غاديش ياخذوا بالإجراءات الوقائية والتدابير وغادي يبقاو يفطروا مجموعين، ربما تكون هذه المساله يعني في الاوساط ديال الاسر غيعتبروا بان الاسره محصنه. بغيت رساله يعني في اقل من دقيقه الا سمحتي بروفيسور. انت جوج ديال الرسائل انا اعطيك في الدقيقه هذه. الرساله الاولى هو المنظمه العالميه للصحه اعادت تسميه التباعد، ما بقاش تباعد اجتماعي ولا تباعد جسدي، بينما التقارب الاجتماعي موجود الحمد لله في اطار من استعمال المعلوميات ووسائل التواصل كنتواصلوا، ربما اشخاص كيتواصلوا الان اكثر مما مضى. اذا هو كاين غير واحد تباعد جسدي، اما التقارب الروحي والتقارب الاجتماعي موجود. الشيء الثاني اللي كنظن رمضان شهر العمل، وانا هنا كناخذ من وقتكم بعشرات ديال الثواني باش نحيي كثيرا الاشخاص اللي كيقوموا بالبحث العلمي في المغرب الى سمحتوا لي، ولسيما هاد الناس هادو اللي رغم الاكراهات ورغم هذه المعلومات اللي كنعطيكم اللي كطمئن، رغم ما كتعطيو هذا الجو الايجابي لسبب بسيط، هو الناس على بينه مما يجري في العالم كامل وكيمكن يجيبوه في المحيط المغربي. وكنحيي خصوصا المختبر، اعضاء المختبر ديالي اللي اكثر من 100 شخص اللي كتخدم بعض المرات في الليل، ورمضان مناسبه للجميع للعمل مع الروحانيات مع البقاء في المنزل ان شاء الله. شكرا لك بروفيسور عز الدين الابراهيمي، انتم مدير مختبر البيوتكنولوجيا الطبيه بكليه الطب والصيدله بالرباط، والبروفيسور السابق بجامعه ستوني بروك بنيويورك. شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات.